طبعا مبسوطة وجود مهرجان كبير وحاجة كويسة، وإن شاء الله خير يعني. طمنا عليك يا مؤمن، إيه آخر أخبارك؟ في يعني إيه آخر تطورات؟ الحمد لله هو تمام، ماشي في العلاج وإن شاء الله خير يعني. إن شاء الله هتتفرج على ماتش أفريقيا فين يا مؤمن؟ في الإستاد إن شاء الله بإذن الله. طيب بقى تتوقع كام بقى للماتش؟ لا أتوقع، لا بس أتمنى مكسب يعني الأهلي إن شاء الله. عايزك توجه رسالة لجمهور النادي الأهلي. لا طبعا وحشتوني، وإن شاء الله بإذن الله في أقرب فرصة أكون معاكم.